أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان للإنسان عدو مبين. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
ويعلمك من تأويل أحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك على
إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.